الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، في كتاب الفضائل، في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعي الشديد في تركهن، قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. قال: وعنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. في هذين الحديثين، حديثي ابن عمر رضي الله عنهما، فيه بيان أركان الإسلام العظيمة التي يجب على كل مسلم أن يعتني بها عناية عظيمة، فالإسلام بني عليها، فإذا سقطت أو سقط أحدها فيسقط بسقوطه دين المرء. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، على خمسة مبان عظام. أولها التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يصح إسلام عبد إلا بالنطق بهذه الشهادة، فإذا نطق بها دخل في الإسلام ظاهرا، وإذا نطق بها واعتقدها وعمل بها كان مسلما حقا. فهنا إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا ظاهرا دخل في الإسلام، ثم بعد ذلك يرى في عمله هل هو على الإسلام حقيقة أو ليس كذلك. فإن صدر منه ما يناقض هذه الكلمة من شرك بالله أو كفر بالله فإن هذه الكلمة لا تنفعه، لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله قول وعمل واعتقاد، وليست هي مجرد لفظ يلفظ وكلمة تقال، بل هي كلمة تقال وتعتقد ويعمل بها. فأما أن يقول الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله وإن قالها ألف مرة. كذلك لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو لا يصلي فإن لا إله إلا الله لا تنفعه، ولذلك كان الركن الثاني من أركان الإسلام العظام إقام الصلاة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، قال: وإقام الصلاة. فإذا لم يقم الصلاة لم يكن مسلما ولم يكن من أهل لا إله إلا الله. وقد مرت علينا أدلة كثيرة في هذا المعنى، وسنذكر بعضها بإذن الله عز وجل في هذا الباب المبارك. قال: وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه مباني الإسلام العظام. فأما التوحيد فهذا لا خلاف بين أهل الملة أن من ترك التوحيد أنه ليس من أهل التوحيد، والصلاة إجماع الصحابة على أن من تركها كفر بالله. قال عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه ورحمه، وهو من أكابر التابعين، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فإذا الصحابة كلهم يرون أن تارك الصلاة كافر، هذا إجماع، لم يكن شيء يعني يعتبره الصحابة كفرا من الأعمال إلا ترك الصلاة. فإذا ترك الصلاة بإجماع الصحابة كفر بالله عز وجل.
وقد جاء عن أفراد الصحابة ما يدل على ذلك، كقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. كقول علي رضي الله عنه: من لم يصلي فهو كافر. فهذه نصوص صريحة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في كفر تارك الصلاة. وأما الخلاف في كفر تارك الصلاة هذا حادث، ولا ينظر إلى هذا الخلاف إذا كان سبقه إجماع، وخاصة إذا كان هذا الإجماع من الصحابة. فإذا كان هذا الإجماع من الصحابة فإنه مقدم على خلاف جاء بعده. وقد صح الخلاف، صح الإجماع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفر تارك الصلاة. وأما إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فهذه اختلف أهل العلم في من تركها، هل يكفر أو لا يكفر؟ فهناك من قال أنه يكفر إذا ترك الزكاة، إذا ترك صوم رمضان، إذا ترك حج البيت، قالوا لأن هذه مباني الإسلام العظام، فإذا سقط ركن منها سقط المبنى كله، سقط المبنى كله. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واستدلوا أيضا بقول الله سبحانه وتعالى في الزكاة، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الثانية: فخلوا سبيلهم. قالوا هذا معنى أن من ترك الصلاة والزكاة ليس أخا لنا في الدين، ولا نخلي سبيله بل نقاتله. ولا شك أن هذه أدلة قوية جدا، لولا أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن تارك الزكاة لا يكفر، ولكنه معرض للوعيد الشديد عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ما يكون لتارك الزكاة من العذاب. قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان يكفر، لو كان يكفر ليس له سبيل إلى الجنة أبدا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى سبيل إلى الجنة وإلى النار دل على أنه مسلم لكنه عاص ومعرض للعقوبة الشديدة يوم القيامة. فهذه المباني الخمسة العظيمة هي أعظم الأعمال وأجل الأعمال عند الله عز وجل، فمن تركها فقد ترك أمرا عظيما، ومن فرط فيها فقد فرط في أمر عظيم. هي أركان الإسلام العظام، وعلى رأسها بعد التوحيد الصلاة، على رأسها الصلاة. وفي الحديث الآخر قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. انظر هنا قال: أمرت أن أقاتل الناس. لماذا يقاتلون؟ يقاتلون من أجل الإسلام، وليس كما يقول بعض الناس أن القتال يكون في المقابلة، يعني إذا قاتلونا نقاتلهم، بل نقاتلهم حتى لو لم يقاتلونا إذا لم يؤمنوا بالله عز وجل. نعم، في أول الأمر كان الأمر بالصبر للنبي صلى الله عليه وسلم، الصبر على أذى الكفار وعدم جهادهم بالسيف والسنان لعدم القدرة والاستطاعة. ثم جاء الأمر بأن يقاتلوا إذا قاتلوا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ثم جاء الأمر الثالث بأن يقاتلوا بعد أن قوي الإسلام، يقاتلوا من أجل التوحيد، فيكون الكفار إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يدفعوا الجزية، وإما أن يقاتلوا. يخيرون بين هؤلاء الثلاث: إما الإسلام أو الجزية أو المقاتلة. وهذا هو آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا الحديث يدل على ذلك، قال: أمرت أن أقاتل الناس، ما قال من أجل، ما قال إذا قتلونا، بل قال من أجل أن يقولوا لا إله إلا الله. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا ما فعلوا هذه الأمور تكون دماؤهم غير معصومة، إلا أن يكونوا معاهدين أو ذميين أو مستأمنين. أما إذا لم يكونوا كذلك فلا عصمة لدمائهم ولا عصمة لأموالهم. قال: فإن فعلوا ذلك
فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حسابهم على الله. إذا أظهروا لنا الإسلام حتى وإن كانوا في حقيقة الأمر ليسوا مسلمين حسابهم على الله. نحن أمرنا أن نحكم بالظاهر. إذا قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يصدر منه شركا أو كفرا يناقض الإسلام نحكم عليه بما ظهر منه حتى وإن كان في باطنه ليس مسلما، قد يفعل هذا نفاقا، لكن نحن نحكم بالظاهر. إذا أظهر كفرا حكمنا عليه بالكفر، أظهر شركا حكمنا عليه بالشرك، أظهر إسلاما حكمنا له بالإسلام، أظهر إيمانا حكمنا له بالإيمان. الأحكام في الإسلام مبنية على الظاهر، من أظهر خيرا حكم له به ومن أظهر شرا حكم له به. وهذه مسألة يخلط فيها كثير من الناس اليوم، يأتي رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يذبح لغير الله، تقول هذا مشرك، يقول لا 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 تكفر، لا تقول هذا مشرك، لا تقول هذا كافر، لأنه يقول لا إله إلا الله. وماذا تفعل لا إله إلا الله؟ نحن نحكم عليه بما ظهر من، ماذا ظهر من شرك وكفر، نحكم عليه بالشرك وكفر. لا إله إلا الله ليست كلمة تقال، بل كلمة تقال وتعتقد ويعمل بها. وعلى النقيض تماما، إذا كان في باطن الأمر كافر ويظهر الإسلام نحكم عليه بماذا؟ بالكفر؟ لا، نحكم عليه بالإسلام، مع أنه في الأصل ليس مسلم ويوم القيامة في الدرك الأسفل في النار، لكن نحن مأمورون ومخاطبون بأن نحكم بالظاهر. نحكم بالظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن أنقب القلوب أو أشقق البطون. يعني الحكم على الظاهر، لا ندخل في قلوبهم ولا في بطونهم، وإما نحكم بما ظهر منهم، إن أظهروا صلاحا حكمنا لهم به، وإن أظهروا خيرا حكمنا لهم به، وإن أظهروا فسادا أو أظهروا شركا وكفرا حكمنا لهم به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.